بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن كنيسه افسس وعن كنيسه سمرنا، والنهارده نتكلم عن كنيسه برغامس. اللي هي الرساله الثالثه اللي هي مبعوثه للسبع كنايس. فإحنا خدنا كنيستين والنهاردة معادنا مع الكنيسة التالتة. برغامس دي مدينة مش كبيرة، موجودة في تركيا في آسيا، آسيا الصغرى. والمدينة دي اللي موجودة في آسيا الصغرى قبل المسيحية ما تصل إليها كانت بتعبد الأصنام، كانت عبادتها هي عبادة وثنية، وكان اعتقادهم في ان في اله للشفاء، واله الشفاء ده بالنسبه لهم هو التعبان. فكان التعبان بالنسبه لهم حاجه مقدسه وهو اله الشفاء. الى الحد دلوقتي الصيدليات نلاقي عليها رسمه التعبان او الحيه. فهو ده في اعتقاد الناس اللي كانوا في اسيا ان هو ده اله الشفاء. إلى جانب أنها كانت مدينة تعبد الأصنام، لكن كانت مدينة ثقافية على أعلى مستوى، أعلى مستوى من الثقافة، لدرجة أن كان فيها مكتبة يقولوا أن هي كانت تتقارب مع مكتبة اسكندرية. طبعا في الوقت ده أعظم مكتبة في العالم هي مكتبة اسكندرية، أعظم مكتبة. ففي الوقت ده الملك اللي موجود في برغامس بعت لمدير مكتبة اسكندرية وأغراب المال وقال له تسيب اسكندرية وتيجي تمسك المكتبة عندي. كان الملك اللي موجود في مصر في الوقت ده بطليموس. فلما وصل الخبر للملك وعرف ان هو ناوي يسيب المكتبة سجنه وحارب مكتبة برغامس. فكانت طبعا معروف ان مصر كانت بتصدر الورق، اي نوع من الورق، ورق البرد. فكان الورق ده بيتصدر للعالم. فلما عرف ان برغامس ناوية على كده منع عنها كل صادرات الورق عشان مكتبة برغامس ما تعلاش عن مكتبة اسكندرية. فعايز اقول ان المستوى اللي كانت وصلت ليه برغامس من جهة الحضارة كان عالي جدا، ومن ناحية العبادة الوثنية كانت متمسكة جدا في عبادتها الوثنية. مكتب كنيسة برغامس اللي بقوله ان كانت عبادة الوثنية، العبادات الوثنية قوية فيها، عشان نشوف الجو العام اللي نشأت فيه الكنيسة، الجو اللي نشأت فيه الكنيسة. هنا لما ربنا بيبعت لي يكلم ملاك كنيسة برغامس، يعني بيقول له انت اللي محيطين بيك عبادتهم منحرفة، وطالما عبادة منحرفة وفي علم وفلسفة، فالعلم والفلسفة مع العبادة المنحرفة بياخد خط كبير من الانحراف، لان كل حاجة الانسان بيفلسفها ولا يقبل ما هو بالايمان. على رأي القديس أغسطينوس يقول في الوقت اللي احنا بنقعد ندرس في المباحثات وندرس في الكتب ونكتشف وجود الله، قال الأميين يسبقوننا إلى ملكوت الله. ده القديس أغسطينوس قال الكلام ده امتى؟ لما أرى قصة الأنبا أنطونيوس الراجل الأمي. قال بقى الأنبا أنطونيوس وصل لأعلى مستوى من القداسة وهو راجل أمي، وإحنا قاعدين نتفلسف ونتباحث ولا نصل إلى ما وصل ليه هذا الرجل الأمي. زي ما في يوم القديس الأمبرسانيوس كان قاعد في الدير وقال عبارة جميلة خالص، قال تعلمت الرومية واليونانية، أما الألفا فيتا التي يتقنها هذا المصري الأمي فلم أعرفها بعد.
يقصد مبادئ الحياة الروحية، الألفا فيتا يعني الألف ب. أنا ما أعرفش الألف ب في الحياة الروحية، رغم أن أنا درست الرومية ودرست وكان معلم للملوك رغم مكانته العالية، لكن قال أنا ما أعرفش حاجة. كنيسة برغامس يقول هذا، يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. احنا في حاجة عرفناها لما اتكلمنا في مفتاح الكنائس في بداية اول محاضرة، قلنا في مفتاح الكنائس، قلنا في كل مرة ربنا بيتكلم مع ملائكة الكنائس بيوصف نفسه بوصف يتناسب مع حالة الكنيسة، يوصف نفسه بوصف يتناسب مع حالة الكنيسة. فهنا لما جاي بيوصف نفسه بيقول هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. كلمة برغامس الآباء فسروها، قالوا معناها المقترنة. معنى كلمة برغامس يعني مقترنة. مشكلة كنيسة برغامس إن هي كانت مقترنة بالعالم، عايشة ما بين ربنا وما بين العالم، وهي بمعنى الاسم برضك حسب ما فسر الآباء، قالوا هي الكنيسة كانت بتنطبق على نفس الاسم. طبعا ما بنقصد العالم، نقصد ايه في العالم؟ ما احنا عايشين في وسط العالم، لكن يقول اللي يعيش بفكر العالم، يعيش بعادات العالم، يعيش بأسلوب العالم، فهو ده معنى كلمة مقترنة بالعالم. أصعب شيء أن نلاقي أولادنا يتشبهوا بأهل العالم، عشان كده بولس الرسول يقول لينا لا تشاكلوا أهل هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ما نتشبهش مع الناس اللي موجودين في العالم، احنا مش زيهم. الارتباط بالعالم أمر صعب قوي. كتير من الناس نجدهم بيقعدوا على حافة العالم، حافة العالم، وأقول له بتعمل إيه يا حبيبي؟ يقول لي أنا بتفرج، أنا بتفرج، قاعد على حافة العالم. هو ضميره يتعبه لو دخل في العالم وفي نفس الوقت هو قاعد على حافة العالم، قاعد يلاحظ العالم، يراقب العالم، يشوف أهل العالم بيسلكوا إزاي، بيحلوا مشاكلهم إزاي، فهو قاعد على حافة العالم. المثل الواضح للي عاش على حافة العالم دي كان لوط. لوط أول ما ساب أبونا إبراهيم وراح عشان يعيش في سدوم، قال أنا مش ممكن أعيش مع أهل سدوم، دول ناس مش كويسين. طب هتعمل ايه يا لوط؟ قال انا هعيش بره البلد، ونصب خيمته عند باب المدينة، ما دخلش. بس كنت مبسوط يا لوط، بيقول بلاحظهم داخلين طالعين، يسمع الكلام اللي بيتقال ويشوف بعينيه المناظر ويلاحظ الاسلوب. طب وبعدين بعد ما قعدت على حافة سدوم عملت ايه؟ دخل جوه، مش بقاله بيت بس في سدوم، ده حتى بناته اتجوزوا صاهر الناس وناسب الناس بتوع أهل سدوم، اتعلموا الحاجات الوحشة. اللي كان عايش في الأول على حافة بقى إيه؟ مستأصل جوه. الأكتر من كده إن لما لوط طلع ببناته من سدوم شربوه خمر ووقعوا في الزنا معاه. طب انتوا جبتوا الوحشة دي منين؟ عرفتوا الكلام الغلط ده منين؟ ما هو عايش في وسط مين؟ اهل سدوم. اللي في الاول كان عايش على حرف العالم، دلوقتي دخل، دلوقتي تأصلت العادات اللي موجودة جوه سدوم في لوط او في عياله، طلعوا كده. عشان كده بقول اصعب شيء ان الانسان يعيش زي كنيسة برغامس، ان انا اعيش واقترن بالعالم. بعد كده يقول
بيقول هذا يقوله الذي له السيف ذو الحدين، عشان انا بقلد العالم قوم ربنا يجيب لي الرسالة دي. اذا انا عشت على حافة العالم وبقيت اقلد العالم، ربنا يبعت لي الرسالة دي، يقول لي انت تبع الكنيسة المقترنة، طب انت خد الرسالة ليك، انت ليك شخصيا. هذا يقوله لك الذي له السيف الماضي ذو الحدين. اللي بيكلمك معاه سيف، والسيف اللي هو بيحمله سيف له حدين. اما يكون السيف له حدين يعني بمنتهى السرعة قادر على الاختراق، له سيف ذو حدين. عشان كده الرسول بولس يقول كلمة السيف الماضي ذو الحدين، يقول دي هي كلمة ربنا، كلمة الله حية وفعالة وأمضى كل سيف ذي حدين. يعني أنا جاي عشان أحارب، بس هتحارب بإيه يا رب؟ يقول أحارب بكلمتي، أحارب بكلمتي بالسيف الماضي ذو الحدين. يقول له بعد كده أنا عارف أعمالك، كلمة متكررة نسمعها كل شوية، كل رسالة كنيسة ربنا قوم يقول لكل واحد أنا إيه؟ يقول لنا كلنا، كل واحد هيطلع قدام ربنا هيقولها له لوحده، يقول له أنا عارف أعمالك. صلوات الكنيسة في الأجبية لما نصليها نصليها بصيغة جماعية، لكن لما نيجي نصلي صلاة النوم نصليها بصيغة فردية. وما أقول له هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الدين مرعوب ومرتعب من أجل كثرة ذنوبي. ربنا في اللحظة دي أصله بيقول لي إيه؟ أنا عارف، فأنا ما برد لوحدي، ما بيقولش أنا عارف أعمالكم، لكن بيقول للواحد أنا عارف إيه؟ أعمالك. عشان كده أنا برتعب، أقول هو ذا أنا عتيد. ما ينفعش أجي أصليها وأقول هو ذا نحن عتيدون، لأن المثول أمام ربنا فرضاني. ما فيش حاجة اسمها نمثل أمام الله جماعات. يقول لك يدين كل واحد كل إيه؟ كل واحد، لكن ما يقولش يدين الجماعات، يدين كل واحد. تقول لي البشرية بأعداد ضخمة قوي، يقول لك ربنا قادر، عشان كده جاي بيبعت رسالة ويقول أنا عارف أعمالك، كلمة متكررة. وحنلاقي بردك في ختام الرسالة يقول من له أذن للسمع، نفس الرسالة اللي تتبعت لده تتبعت لده، لكن من له أذن يعني إيه؟ بيقول له أنت ليك أذن؟ لا، ده بيقول لنا أنت. الرسالة دي مبعوثة لبرغامس، ولكن مبعوثة لكل واحد مننا تنطبق حالته على حالة الكنيسة المقترنة بالعالم. قوم الرسالة لي أنا كمان. أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان. يقول أنا عارف أنت ساكن فين، أنت ساكن في المكان اللي الشيطان مش واقف فيه، ده الشيطان قاعد، يعني معناها أن الشيطان إيه؟ مستقر. أنا عارف أين تسكن حيث كرسي الشيطان، ورغم ذلك أنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. دايما ربنا يبتدي بالكلام المديح، يبتدي يظهر الحاجات الحلوة اللي في الإنسان، فقوم يقول له أنا عارف أعمالك، وعارف أنت فين بتسكن، وعارف أنك أنت ليك إيمان رغم الوضع اللي أنت موجود فيه. حتى في الأيام التي فيها كان أنتباش شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. يعني يقول لنا كرسي الشيطان، ويجي في ختام الآية يقول حيث الشيطان يسكن، يعني الشيطان له مكان إقامة في الحتة دي، الشيطان مقيم، فمكان إقامته يوم ما يبعت الأدرس بتاعه يقول لهم أنا ساكن فين، ساكن هنا. هو ده ربنا بيقول كده، حيث الشيطان يسكن، ده العنوان بتاعه. هنا ربنا بيقول له أنا عارف أعمالك، وإنت عايش في مكان
معنى ان الشيطان حاطط كرسي فيه، يعني الاضطهاد وصل لاعلى درجة ممكنة فيه، اعلى درجات الاضطهاد لاولاد ربنا. بيقول له لدرجة ان الاسقف اللي اسمه أنتيباس ربنا يشهد ليه ويقول ده شهيدي الامين، قتل في هذا المكان. تصوروا ما يكون واحد له مركز في الكنيسة، له مكانة في وسط الشعب ويستشهد، تلاقي الشعب يتبدد، الكنيسة تضعف. لأن الكتاب حتى بيقول أضرب الراعي فتتبدد رعية، إذا تمس الراعي تلاقي الكنيسة تتخبط. فهنا بيقول له ده واحد كبير ومات، ورغم ذلك أنا عارف أين تسكن حيث كرسي الشيطان. بيقول له رغم كده أنت قوي في إيمانك، رغم كده ايمانك ما تهزش، رغم ان في واحد يعني استشهد في المكان ومكانته كبيرة واكيد ضغطوا عليك وتعبوك، الا انك انت متمسك بايمانك. انا فاكر لك الحاجات الحلوة اللي فيك. يا سلام اما ربنا اقف قدامه ويقول لي انا فاكر لك الحاجات الحلوة اللي انت عملتها، ده انا هقول يعني الدنيا مش سيعان. ده انا لو واحد في الارض يشهد لي بفرح، اما لو الشهادة تجيني من الضابط الكل يقول لي انا عارف اعمالك وانا بشهد ليك. طيب يا رب انا عارف اين تسكن حيث كرسي الشيطان، يعني انا عايش في مكان اضطهاد، مكان ضيقات، مكان الام، مكان تعب. انت عارف يا رب كويس، طب ايه العلاج؟ يجي ربنا يقول العلاج واضح خالص، انت تعبان مالكش حل مع الشيطان الا اللجوء لربنا. مين فينا كلنا يقدر يحارب الشيطان؟ ولا حد، ولا حد، فيش حد يقدر يقول انا بحارب الشيطان، لان ما فيش حد فينا يقدر على الشيطان. لكن كل اللي بعمله ايه؟ ان ادخل ربنا وام ربنا يبعد الشيطان. حتى بالنطق العادي اقول له الله يخزيك يا شيطان، ربنا ينتهرك الرب يا شيطان، لكن ما اقدرش ان انا اقاتل الشيطان. عشان كده القديس ابو مقر الكبير قال لهم أيها الأقوياء ماذا تريدون مني؟ أنا الضعيف، أنا أضعف من أن أقاتل أصغركم. أبونا الأنبا أنطونيوس، أنا آسف، أنا أضعف من أن أقاتل، وده قديس عظيم، أمال أنا أروح فين؟ ولا حاجة. عشان كده بيقول له أنا عارف. طب العلاج فين؟ أقول لكم العلاج في سفر صمويل. في يوم من الأيام الفلسطينيين هاجموا شعب بني إسرائيل وغلبوهم، ولما غلبوهم أخذوا تابوت العهد. تابوت العهد ده كان إيه؟ يقول لك علامة على حضور الله في وسط الشعب، يعني ده تابوت عهد الله، يعني ربنا موجود فيه، أو إن التابوت ده رمز لحلول ربنا أو وجود ربنا. ف يعني دي أقدس شيء على الأرض كلها. فأخذوه، ولما أخدوه قالوا نوديه في أقدس مكان عندنا. طب فين أقدس مكان عندكم؟ قالوا ما فيش غير الهيكل بتاع الإله داجون. دخلوه في هيكل الإله داجون، صبحوا الصبح لقوا الإله ده واقع على الأرض متقطعة أيديه ورجليه. إيه ده؟ إيه ده؟ لأن ربنا دخل في المكان. طب يحصل ايه للشيطان؟ تتشل حركته، لا عنده ايدين ولا عنده رجلين، انتهى الشيطان. فانا لو عندي في برغامس الشيطان شغال، حيث الشيطان يجلس له كرسي، العلاج ايه؟ ان ادخل ربنا. انا يوم ما كنت تعبان ادخل ربنا في حياتي، ومن اللي يغلب الشيطان هو دخول ربنا في حياتي. أنا عارف أعمالك أين تسكن
حيث كرسي الشيطان. نقول له رب بلادنا فيها اضطهاد، بلادنا فيها تعب، فيها ألام. ربنا يقول لك أنا عارف أين تسكن حيث كرسي الشيطان. هو أنا مش عارف؟ أنا عارف. ربنا لا يخفى عليه شيء. نقول له في اضطهاد، يقول لك أنا عارف الشيطان له كرسي في المكان ده وعمل أن يضطهد أولاد الله. المكان ده ساكن فيه الشيطان. طب رب ليه بتسمح بالألم وليه بتسمح بالضيقات؟ يقول لك ربنا أنا بسمح بالألم لأجل أنكم تتقوى. لو ما كانش الشيطان له كرسي في وسطينا مش هيتقوى إيماننا، فأنا بسمح بكده. النخل لما يتزرع يزرعوه في شهر أمشير، وشهر أمشير معروف بإيه؟ بزعابير الرياح الشديدة. فتطلع النخلة في الشهر ده والرياح تخبطها من كل ناحية، كل ما الرياح تخبطها يحصل لها إيه؟ الجذور تتعمق. الرياح تخبط فيها فتهز الجذور الحالية وتطلع جذور من تاني وتتعمق في داخل الأرض. كل ريح كل ما يمتد الجذر أكتر لحد أما النخلة دي تطلع إيه؟ قوية جدا. أم داود يقول في المزمور الصديق كالنخلة إيه؟ يزهو. طب ينفع من غير الرياح الصديق كالنخلة يزهو؟ لا، تبقى نخلة تعبان. لكن اللي مدي النخلة القوة إيه؟ إن الرياح اللي جات لها الضيقات والآلام والتعب، وحلو إنها اتزرعت في شهر أمشير، هم شوية الرياح دول أو النخلة. فإحنا لو في شوية اضطهادات علينا نعتبرها إن هي شهر أمشير، ومن الجذور تتقوى ونطلع أقوياء في الإيمان. مرات كتيرة في الضيقات الإنسان بيترك ربنا ونقول أصل لي عذر، ده الإنسان في ضيقة، الإنسان في تعب، ده ربنا شايف الآلام. لكن ده هنا ربنا بيقول له أنا عارف إنك موجود في المكان اللي فيه كرسي الشيطان ومع ذلك لم تترك إيمانك. رغم ده كله إيمانك ثابت. فأنت هتقول إيه لربنا أما تطلع قدامه تقول له يا رب شوية آلام شوية ضيقات تعبوني؟ يقول لك ما أنا عارف، بس فين إيمانك؟ فين إيمانك رغم إن موجود كرسي الشيطان؟ أنتباس يقولوا عليه إن هو الأسقف، والبعض الآخر يقولوا برضك أنتباس شخصية مش معروفة عرفناها من خلال سفر الرؤية. فأنا عايز أقول إن كان شخصية مش معروفة أو معروفة لكن لا نعرف شيء عنها إطلاقا تاريخه، فأقول لما احنا هنطلع السماء هنقابل ناس ما نعرفهمش وربنا يقول عليهم إنهم قديسين. ممكن واحد بنقابله ونستهين بيه ونزدري بيه، وبعدين لما نطلع السماء نلاقيه منور وواقف جنب المسيح. أقول له مش أنت فلان؟ يقول لي آه أنا فلان. إيه اللي جابك هنا؟ حاجة عجيب. إيه اللي جابني هنا؟ كل واحد يقول لك أعمالهم إيه؟ تتبعهم. اللي جابني هنا الأعمال. فحنفاجأ في السماء بناس كانوا في الكنيسة معانا وبنقابلهم ونسلم عليهم، وأحيانا يعني ما نسلمش عليهم. ولكن لما نطلع السماء نقول لها يا فلانة انت بقيتي قديسة من امتى؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ اقول لك اصل الميزان اللي عنده غير الميزان عندنا. احنا بنوزن بميزان، ولكن فعلا زي ما قالت حنة النبية لان به توزن ايه؟ الاعمال. مش احنا اللي نوزن، هو اللي بيوزن. طب اقول لحكوا حاجة، مين كان يقول ان سمعان الخراز ده قديس؟ سمعان الخراز اللي نقل جبل المقط، مين يقول عليه قديس؟ هو اللي بيوزن الأعمال. لما جت حادثة نقل الجبل قال لهم أنا هجيب لكم قديس من اللي عندي، وقام طلع لهم من وسط الشعب سمعان، قال لهم ده اللي ينقل الجبل. مين اللي اختاره؟ ربنا. في وسط الشعب، يعني ممكن وإحنا قاعدين ربنا عايز ينقل جبل يقول لكم من وسطيكم هطلع واحد، ما طلعش البطر اللي كان موجود، الأنبا أبرام ابن زرع، ما طلعوش، لكن طلع مين؟ سمعان.
اللي هو غلبان. في وقت ما إيليا كان تعبان جدا وقال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، قال له ما تقولش الكلام ده إيليا، قال له يعني إيه؟ قال له أنا عندي 7000 بتوع، أنا 7000 بتوعي، لكن إحنا ما نعرفش عنهم حاجة. عشان كده بقول لكم إن إحنا هنفاجأ في السماء بشخصيات، منهم أنتباس اللي ربنا بيقول عليه شهيدي الأمين. أما إيه قصة شهادته فدي معروفة عند ربنا. ناخد فرصة ترانيم وبعد كده نكمل بقية موضوعنا. نكمل موضوعنا في سفر الرؤيا مع ملاك كنيسة برغامس. هنا أمانة ربنا أن يقول له أنا مش نسيلك وقفتك الحلوة وصلبتك للإيمان في الوقت اللي فيه اضطهاد وفي الوقت اللي فيه متاعب في الكنيسة، لكن أنت يذكر ليك أنك واقف في مكانك. عشان كده بقول لكم ربنا أمين، هأفاجأ بأن ربنا حاسب لي أعمال أنا ما كنتش حاسبها لنفسي. تصور لما يكون في اضطهاد في مكان وناس متمسكين بالإيمان ومجرد وقفتهم وتمسكهم ربنا يقول له أنا مش ناسيهالك، أنا مش ناسيلك أنك أنت رغم الاضطهاد أنت كنت ثابت في الإيمان. في وقت الاستشهاد في ياما ناس بيتركوا الإيمان، وفي وقت الاستشهاد ياما ناس بيعلنوا الإيمان وينالوا إكليل الشهادة. فهنا ربنا بيقول له أنا مش هنسالك اللي أنت عملته، ولكن عندي عليك قليل أن عندك قوم متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معصرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. زي ما قلنا في مفتاح الرسائل، قلنا أول حاجة ربنا بيوصف نفسه فيقول لنا هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو حدين، ده وصفه لنفسه. أنت مين؟ يقول أنا اللي ليا السيف الماضي ذو الحدين. تاني حاجة يبعت رسالة تشجيع، يبقى أول حاجة وصف لنفسه، تاني حاجة رسالة تشجيع. إيه رسالة التشجيع؟ يقول له أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان أو مسكن الشيطان. تالت حاجة يقول له بقى إيه؟ عندي عليك، عندي عليك قليل. ربنا ده حلو. لما يجي يحسب الفضيلة يكبرها قوي، ولما يجي يتكلم على الرذيلة يصغرها خالص. بعكسنا، ده ابني ممكن يعمل لي حاجات كتيرة قوي حلوة، ويوم ما يغلط غلطة أقول له أنت الكيكة الكبيرة رشيت عليها شوية رمل وخلاص، الكيكة كلها حتى ما بقالهاش قيمة. لا، ربنا غيرنا أحبائي. هنا ربنا لما يجي يحسب يحسب العمل الوحش صغير جدا والعمل الحلو كبير جدا. شوفوا لما جاي بيتكلم مع ملاك كنيسة أفسس يقول له أنت حلو وعندك حاجات كويسة قوي، ولكن أنا عندي عليك. قلت يا رب يعني بعد كلمة عندي عليك دي حاجة صغيرة؟ قال له أنت تركت محبتك الأولى. طب وبعدين الحاجة يعني هي دي حاجة صغيرة؟ احنا قلنا صغيرة، ما قال حاجات كتيرة حلوة وفي النهاية بيقول له عندي عليك. أتاري الحاجة الصغيرة اللي ربنا بيقولها له بيقول له فتب وإلا فإني سآتي وأزحزح منارتك. دي حاجة كبيرة، طلعت كبيرة، حاجة تستوجب ان ربنا يجي ويزحزح المنارة. لكن ربنا يصور الحاجة في البداية، الحاجة الغلط انه صغير ويكبر في الفضيلة بتاعتها، لكن في السكة كده شعرنا ان العملة كبيرة قوي تستوجب ان ربنا يجي ويزحزح المنارة بتاعته. هنا يقول له عندي عليك قليل. طب ليه يا رب انت ما بتسكتش على الحاجات الصغيرة؟ يقول لا، ربنا عايز كل يوم ينقي فينا، كل يوم
يقول احنا بنطلع اغصان، ويقول الذي ينقيه ياتي بثمر اكثر. انا هتني نقي، وكل ما نقي كل ما انت تجيب ثمر اكتر من الاول. الانسان يقول لي انا بطلت الخطيه، اقول له لا، ربنا مش عايزك تبطل الخطيه، ربنا عايزك احسن من كده. يقول لك نظير القدوس الذي دعاكم كونوا ايه؟ قديسين. تقول لي بطل الخطيه، ده حاجه قليله قوي، ده ربنا مش عايز المستوى ده، ده عايز ما هو اعلى من ذلك. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين. ربنا عايز يرفع في مستوانا. تصوروا لو في طالب، والطالب ده امتحن امتحان الشهر وجاب فيه اعلى الدرجات، جاب الدرجه النهائيه، وبعد ما جاب الدرجه النهائيه نام، هيحصل له ايه في اخر السنه؟ يسقط. فاحنا ما ينفعش، احنا لازم حتى لو جبنا لازم نتعب ونشتغل، عشان لسه الدرجه النهائيه هتيجي فين؟ في الاخر. لكن مش دلوقتي، مش كون ان انا يعني بعدت عن الخطيه اقول خلاص انا كفايه على كده. مشكلتنا ان كل واحد مننا بيمشي بمبدا انظر حولك. انظر حولك، تقعد تبص حواليك وتقول ده الناس عايشين في الخطيه لكن انا ما بعملش اللي بيعملوه. تبص حواليك تلاقي الناس قاعدين في اماكن وحشه تقول انا مش ممكن ادخلها. تبص حواليك تلاقي الناس مناظرهم صعبه وسهرهم بالليل واللي بيعملوه تقول لا انا ما اعملش كده. فكل واحد يبص حواليه الشيطان يخدعه. فكلمه انظر حولك دي مش بتاعتنا، ما تنفعناش، ما تنفعناش احنا، دي فخ من الشيطان. قوم كل ما تبص حواليك تقول انا احسن من الناس دي كلها. زي ما دخل الفريسي ويقول له انا لست مثل ولست مثل ولست مثل ولا مثل ذلك العشار، انا احسن منهم كلهم. ما هي دي مبدا انظر حولك هو اللي ضيع ناس كتير. ومبدا الاكتفاء في الحياه الروحيه، ان انا اجي الكنيسه واصلي قداسات واقول ده انا كويس كده خالص، انا باجي اتناول كل اسبوع، انا باجي الكنيسه احضر الاجتماع، انا باجي الكنيسه اخدم لي خدمه، انا كفايه على كده. طب السنه الجايه؟ لا كويس لو استنينا على كده. واللي بعدها؟ لا ده انا بقالي 10 سنين انا اتناول يوم الحد. طب بعد العشر سنين ما يعني ما فيش حاجه زادت؟ لا هي كده، وهعيش كعمري كله هو برضك زي ما انا. ده انسان محلك سر، ما بيتقدمش. مبدا الاكتفاء ما ينطبقش على الحياه الروحيه، لأن الحياة الروحية حياة نمو، النمو الروحي. لكن الإنسان اللي يقف ده ما فيهوش حياة. الإنسان اللي يقف يقول لك عرضة للسقوط، لكن مش إن هو يطلع لفوق. يبقى أخطر شيء الاكتفاء، وأخطر شيء إن أنا أبص حواليا وإن أنا أقارن نفسي بناس تانيين. طب أعمل إيه؟ يقول أقارن نفسي بالمسيح، أقارن نفسي بكلام الإنجيل. يقول لنا إن فعلتم كل البر فقولوا إن إحنا إيه؟ عبيد بطلين. أعمل كل البر ويقول لنا الكتاب أنتوا عبيد بطلين. أقارن نفسي بالقديسين، أقارن نفسي بواحد زي الأنبا بشوي اللي كان يصلي وهو رابط شعره، أقول أنا ما وصلتش للأنبا بشوي اللي كان يصلي الليل كله وهو رابط شعره، ولما صلي الليل كله اقول انا ما وصلتش للانبر ثانيوس اللي كانت الدموع ما بتبطلش من عينيه طول الليل، ما كانتش الدموع تبطل لدرجه انهم يقولوا ان الدموع فحتت بمثابه اخدود على وشه، فتحت مجرى من كثره الدموع. هقول انا ما وصلتش لمستوى الانبر ثانيوس. مش لما واحد يقف يصلي له صلوه ودمعتين ينزله يطلع متهلل، لا، يقول لنفسه انا ما وصلتش لمستوى الانبرسانيوس اللي كان بيسكب الدموع ليل ونهار، انا ما وصلتش لمستواه. واما واحد يدي ويقدم ما تكبرش نفسه فيه ويقول ده انا اعطيت. يحط قدامه مثل بطرس العابد،
اللي تنه يبيع يبيع لحد ما ملقاش حاجة يبيعها، باع نفسه، باع نفسه كعبد وتصدق بالتمن. هقول أنا ما وصلتش لمستوى بطرس العابد، أما بص المستويات القديسين دي هحس إن أنا لسه المشوار طويل، لكن إذا بصيت حواليا هحس إن أنا قديس وكده هضيع. عندك هناك قوم متمسكين بتعاليم بلعام، عندك هناك قوم متمسكين بتعاليم بلعام. بلعام ده ورد ذكره فين؟ ورد ذكره في سفر العدد إصحاح 24 وإصحاح 25. مشكلة بلعام إن استأجره ملك اسمه بالاق وقال له تعالى لعن لي شعب بني إسرائيل. أما شعب بني إسرائيل طلع من أرض مصر كان عمال يكتسح كل حاجة قدامه، وما فيش شعب بيقف قدامه في الأرض كلها. فلما وصل لقرب بلاد مؤاب خاف بلاق، قال أنا مش قد الشعب ده، الانتصارات اللي حققها في الطريق لملوك أقوى مني أنا حاسس إن أنا صغير هيغلبوني. فقال لازم أدور على حيلة، فراح جاب واحد من وسطيهم نبي وقال له تعالى لعن لي الشعب. فقال له أنا ما أقدرش. قال له كيف ألعنه وهو مبارك؟ ولكن هو أغراب المال، فعايز ياخد المال وعايز يوصل للي هو عايزه. فقال له طب أنا عندي فكرة أقولها لك. فشوفوا تعليم بلعام، قال له الإله اللي مع الشعب ده إله يبغض النجاسة. قال له يعني إيه؟ قال له يعني الشعب ده إذا وقع في الوحاشة الإله بتاعه هيسيبه. قال له يعني إيه؟ قال له يعني أنت تصرف إنك تدخل النجاسة في وسط الشعب، الشعب ده هيتغلب. فعلى طول أطلق بنات من عنده مؤابيات وقعوا في الخطية مع الولاد اللي عنده وانهزم الشعب. ولكن ده كان تعليم بلعام اللي لقنه الواحد ملك اسمه بلاق. فهنا ربنا جاي بيقول له عندك هناك قوم متمسكين بتعاليم بلعام. ايه الكلام اللي بيقوله سفر الرؤيا ده؟ بلعام فات عليه ما بين 1500 ل 2000 سنة في الوقت ده. ازاي ناس من 1500 ولا 2000 سنة النهاردة التعاليم موجودة وبيتمسكوا بيها؟ افتكر في قصة عن اب كاهن وكان شاب صغير في السن وحديث الكهنوت وقاعد بياخد اعترافات، فجاله راجل كبير في السن اكبر من ابوه، والاب الكبير في السن ده الراجل الكبير قعد يعترف وقام قايل له يا ابونا انا زنيت. ففي ناس كبار احيانا يجوا لابونا يقولوا له يا ابونا احنا عملنا كل الخطايا غالي التحليل. فاحيانا اقول له يعني انت قتلت حد؟ يقول لي لا يا ابونا ما اعرفش اقتل. اقول له يبقى مش كل الخطايا. فالاب الكاهن قال له يا ابونا، قال له يا بابا كلنا بنخطي وكلنا واقعين في الخطيه، ايه عندك تاني؟ قال له يا ابونا ما تفوتهاش، انا فعلا وقعت في الخطيه. فالمهم ابونا انزعج من جواه وصلى له التحليل. ابونا راح لاب اعترافه، وكان اب اعترافه اب قديس هو ابونا مخيل ابراهيم، اتنيح كان اب اعتراف البابا شنوده في نفس الوقت. فلما راح لابونا مخيل ابراهيم قال له انا تعبان. فقال له ايه اللي تعبك؟ قال له في واحد كبير وجاي يعترف لي باعتراف انا مش قادر اتحمل لحد دلوقتي، وانا عشان كده جاي لك. فليه ربنا سمح بكده في اول ايام خدمتي؟ فقال له ربنا عايز يديك درس، انه عايز يقولك ان مفيش واحد كبير على الخطيه، بينبهك. دي رساله ربنا ليك، وعشان كده بعت الراجل ده يعترف عندك انت بالذات، بيقولك مفيش حد كبير
على الخطيه. ما اقولش ان انا عندي عيال كبار ابقى انا كبير، ما اقولش انا جوزت احفادي يبقى مش هقع في الخطيه، لا، ما فيش حد كبير على الخطيه. فدي رساله ربنا بعتها، بيقول له ربنا بعت لك الرساله دي في اول كهنوتك. بالعام ده خلى الشعب يتغلب، وهو كان عايز الفلوس. طب عشان ياخد الفلوس ما نفعتش النبوة، لف بطريقة تانية عشان ياخد الفلوس. فقال له انا هقول لك على حيلة برضك بيها تغلب الشعب بدون ما انا استخدم السحر ضد الشعب، لانه كان برضك بلعام معروف عنه انه بيستخدم، هو نبي وانحرف. فابتدى عشان يوصل للهدف بتاعه وصل ليه بطريقة من سكة تانية. فهو بلعام ده اللي بيتكلم عنه سفر الرؤية. كتير من الناس يحاولوا يوصلوا للشيء، إذا ما وصلوش للشيء ده بطريقة مباشرة يوصلوا له بطريقة ملتوية. بلعام كده، بلعام عمل كده، يعقوب أبو الآباء عمل كده. ربنا كان هيديله البركة، لكن يعقوب استخدم الحيلة والمكر على أخوه وعلى أبوه عشان ياخد البكورية. واما راح لبردك لخاله لبان استخدم بردك الحيلة والمكر معاه، وعاش حياته في مكر وفي حيلة. بردك عايز يوصل. اكبر غلط بنقع فيه وبنسمعه من العالم يقولك الغاية تبرر الوسيلة. لا، عمر ما الغاية تبرر الوسيلة. الحاجة اللي بنوصل لها صح يبقى نمشي لها بطريق صح، لكن الحاجة الصح اللي مشيلها بطريق غلط يبقى غلط. الصح صح والغلط غلط. فطبعا هنا يقول لنا مع ملاك كنيسة أفسس، يقول له عندك أنك تبغض أعمال النيقولويين التي أنا أبغضها. لكن هنا في برغامس يقول له عندك قوم متمسكين بتعاليم النيقولويين الذي أبغضه. يعني عنده تعليم بلعام وعنده تعليم النيقولاويين. هنا في ملاك كنيسة أفسس بيمدحه، بيقول له انت بتبغض الأعمال التي أنا أبغضها. لكن لما يجي الملاك الكنيسة دي يقول له عندك قوم متمسكين بالتعاليم دي. طب يعني ناس متمسكين بأفكار غلط، أنا ذنبي إيه؟ هنا يقول له الأفكار الغلط دي في منتهى الخطورة. الناس دول فصلوا ما بين الروح والجسد، الناس دول نادوا بأن الروح تعيش مع ربنا والجسد يعيش في الخطية. فالجسد يعيش في منتهى الانحطاط والروح تسبح ربنا، وفصلوا ما بين الروح والجسد. الأمر ده خطير، خطرته في أن الجسد يبقى الجسد خاطي والجسد زاني والجسد ملوث، يبقى مش ممكن المسيح يتحد في جسد بالصورة دي، لأنهم حطوا الجسد في مستوى انحطاط وفصلوا الروح عن الجسد. لكن أنا يوم ما بسبح بسبح بالروح والجسد مع بعض، لكن أما أفصل بينهم يبقى في حاجة اسمها أعمال لده وأعمال لده، فالأمر ده ما يرضيش ربنا. يبقى في النهاية الجسد ده شر وخطية. وزي ما بيقولوا الناس اللي بيرفضوا فكرة التجسد، يقول لك ما نقبلش إن ربنا يسكن في جسد في شر وفي خطية، لكن أنا بقول الجسد مقدس عشان كده ممكن ربنا يحل فيه، لكن بمبدأ نيقولاوس يبقى غلط. ويأكلوا مما ذبح للأوثان ويزنوا. دايما شيطان الإباحية مرتبط بشيطان الإلحاد. شيطان الإباحية مرتبط بشيطان الإلحاد. فيقول لك يأكلوا مما ذبح للأوثان ويزنوا. ذبح للأوثان ده انحراف في الإيمان، والزنا انحراف للجسد، فده خطية وده انحراف في الإيمان، فالاتنين يقول لك يعملوا مع بعض. الإنسان اللي بيعيش بالجسد ويقع في خطايا الجسد سهل إنه ينكر الإيمان. لذلك ما يجرجس لما جم عايزين يخلوه يبخر للأوثان، جابوا واحدة تتربط جنبه عشان لو وقع في الخطية هيبخر للأوثان.
فدايما شيطان الإباحية مرتبط بشيطان الإلحاد. أي إنسان يفقد طهارته سهل إنه يعبد أي عبادة تانية. فهنا جايين يقول له يأكلوا مما ذبح للأوثان ويزنوا. طبعا الأمر الخطير والكارثة إن نيقولاوس اللي هو تسمت البدعة باسمه ده أحد الشمامسة السبعة في الوقت ده، يعني واحد مهم جدا في الكنيسة، اللي كان يرقصهم استفانوس. ولما اختيروا قالوا اختاروا ناس مملوئين من الروح القدس والحكمة. تقول لي يعني ايه الرسالة اللي ربنا بعتها؟ ربنا بعت لنا احنا رسالة بيقول كتير بدأوا بالروح وكملوا بالجسد. هو ده، بدأ بالروح وكمل بالجسد. عشان كده يقول انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. أبونا إبراهيم أبو الآباء لما طلع من أور الكلدانيين وربنا قال له تعالى أنا هوديك أرض الموعد، يقول لنا طلع معاه أبوه تارح. ولما طلع معاه أبوه تارح مشيوا مشوار حوالي 1500 كيلو. بعد ال 1500 كيلو أبوه تارح لقى مكان جميل وفي أرض حلوة وشجر طالع، قال له أنا مش ماشي من هنا، وقعد هناك لحد ما مات. طب هو ده المكان اللي ربنا كان رايده ان احنا نوصل ليه؟ لا. ففي مننا ناس بيوصلوا لنص السكة ويقفوا وتنتهي حياتهم هنا. هل انا ما هتقابل مع ربنا هيقول لي انت زي تارح ولا زي ابراهيم اللي كمل ووصل لارض الموعد؟ ادي واحد مشي وقطع في السكة 1500 كيلو وقعد في مكانه ما كملش الطريق. فياريتنا ما نكونش زي تارح. ربنا من محبته يقول له طب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف. ده بيكلم مين؟ بيكلم مين بيقول له طوب؟ الأسقف. بيكلم الأسقف. إذا كانت الرسالة دي تتبعت لأسقف رئيس كهنة يقول له طوب، تبقى الرسالة اللي هتجيني أنا إيه؟ أنا صغير قوي. ده الأسقف رئيس الكهنة ربنا بعد بيقول له طوب يا أسقف. طب أنا الصغير قوي يقول لي إيه؟ رسالة التوبة دي للكل، رسالة التوبة لكل إنسان. فهنا بيقول له طوب وإلا فإني آتيك سريعا. يوحنا ذهبي الفم يقول لهم انا بوعظكم لكني تائب واقرع صدري معكم واقول له يا رب ارحمني. ده ذهبي الفم يقول لهم العظات اللي انا قلتها لكم انا توعظت بيها وانا بقولها لكم. الوعظه دي كانت لي انا اولا، فالرساله الاول لي قبل ما توصل للشعب. عشان كده ربنا يقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. التوبة دي مش عمل بنعمله النهاردة وخلاص. أحسن بعض الطوائف بتقول كده أحيانا، يقول لك تقول له التوبة يقول لك أنا توبت زمان وكتبت تاريخ خلاصي. كتبت تاريخ خلاصك من زمان، والنهاردة يقول لا ده أنا عايش بقى في التمتع. لكن التوبة دي عمل يومي، عمل يومي، كل يوم أتوب، كل يوم. أبو مقار لحد ما الروح طالعة من الجسد يقولوا له خلصت يا مقارة، يقول لهم إيه؟ لم أخلص بعد. والروح طالعة من الجسد خلصت يا مقارة، يقول لهم لم أخلص بعد. فالتوبة دي رحلة العمر كله لحد آخر حياتي أقول له توبني يا رب فأتوب. حياة التوبة اللي ما بتنتهيش. يقول له عندي عليك توب وإلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. واحد يجي يقول لي ليه بيكلم الأسقف يقول له كده؟ ده بداية الكلام. بيقول له عندك قوم متمسكين بتعاليم بلعام وتعاليم النقلاويين، طب ايه دخل الاسقف في الموضوع؟ طب يقول له توب.
يقول لنا لا، إذا تاب الأسقف هيتوب الشعب، وإذا تاب الكاهن يتوب الشعب، وإذا عاش الأب في البيت التوبة ولاده يتوبوا، وإذا لقينا ضعف في الكنيسة يبقى الضعف جاي من فوق. التوبة تبتدي من فوق. فقال له أنت لو عشت حياة التوبة الحقيقية هتنقلها لشعبك، إذا الشعب شاف فيك القدوة هيتعلموا منك. عشان كده جاي بيقول له أنت أولا توب، وإذا أنت تبت أنا مطمن على الرسالة اللي هتوصل للشعب. رسالة إيه؟ حية. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول أنتم رسالتنا الحية المكتوبة والمقروءة من جميع الناس. إيه فايدة إن أوعظ عن الطهارة وأنا ما بعيشهاش؟ إيه فايدة إن أتكلم عن التوبة وأنا مش تايب؟ إيه فايدة إن أنا أتكلم عن العفة أو القداسة وأنا ما أعرفهاش؟ فبيقول له عشان تكلم الشعب لازم أنت تكون أولا بتحيا التوبة، تبقى الكلمة ليها قوتها. فربنا بعت لملاك الكنيسة يقول له شعبك عندهم متمسكين بتعاليم، ماشيين وراء كلام غلط، آراء مش مظبوطة، وساب الشعب كله وقال له توب وإلا فإني أتيك. عشان كده بيقول أطلب دمهم إيه؟ منك. دم الشعب يطلبه من الراعي. فجاي هنا بيقول له أنت توب، وما يجي الأب الكاهن يصلي في القداس يقول له القرابين دي قبلها رب إليك عن خطاياي وجهالات. أما الشعب يغلط رب ده عن جهل، لكن أنا ما غلط دي خطية فعلية وأحاسب عنها. لكن أما أتكلم عن خطايا الشعب أقول له رب ده جهل، هم عن جهل غلطوا، ما عندهمش معرفة، ما عندهمش دراية، لكن أنا غلطان، أنا أمسكت في ذات الفعل، أنا فعلا دي خطيتي. فيجي هنا يقول للأسقف توب، لأن الشعب دي جهالة، ولكن اللي أنت شايفه بعينيك وأي تعدي دي خطية، فأنت مطلوب أنك أنت تتوب. وإلا فإني أتيك إيه؟ سريعا. التوبة أحبائي توبة دي فرصة، فربنا يخبط على الباب ويديك فرصة للتوبة. إذا فتحت اتقبلت، إذا تأخرت يقول لك فتحت الباب ما لقيتوش، لأن فرصة التوبة مش بتتكرر على طول. اللص اليمين جات له فرصة التوبة وهو على الصليب، ففي الحال نطق وقال له اذكرني في ملكوتك، قال له اليوم تكون معي، وطلعت الروح. لو اتأخر شوية زي اللص التاني ما لقاش الفرصة دي وراح في مكان تاني. فهي فرصة للتوبة ربنا بيمنحها للإنسان، إذا استغلتها هستفيد بيها. يا ريت أما يجيني الصوت زي ما بيقول الكتاب إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ليه؟ لأن إذا قسيت القلب الصوت مش هيستنى، الصوت مش هيجيني تاني. فرعون تكاسل غرق في البحر، سمع الصوت وما اهتمش غرق في البحر. أما اتكلم بولس مع أغريباس وفيليكس قال له اذهب ومتى حصل لي وقت أستريح، رغم أنه يقول إيه ارتعب فيليكس الوالي لما تكلم بولس عن البر والدينونة والتعفف، يعني قلبه تنخس، لكن قال له روح. متى حصل لي وقت؟ ما حصلوش وقت، وما استدعهوش، وما تغيرش، وما تابش. عشان كده الفرصة التوبة بيجيني في وقت، إذا أنا ما قبلتهاش ربما الوقت ده مش هيجيني مرة تانية. طب أنا آتي سريعا أحاربهم بسيف فمي، أحاربهم بسيف فمي. هنا يقول لنا مجيء المسيح التاني، ما هو سفر الرؤيا ده مجيء المسيح التاني. في مجيئك التاني يا رب هتعمل ايه؟ يقول هكلمكم بالكلام اللي انا قلته، حاجة اقول لكم انا قلت لكم وقلت لكم وقلت لكم انتوا عملتوا ايه؟ هي دي وصاياي، اكلمكم بسيف فمي بالكلام اللي انا قلته. هل انتوا عملتوا بحسب كلامي ولا ما نفذتوش الكلامي؟ فالكلام الدينونة في اليوم الاخير هيجي يقول لنا الكلام اللي كلمنا بيه، ويكمل من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الروح بيقول لنا إيه دلوقتي؟ توبوا.
رسالة النهاردة بيقول له إن لم تتب، بيقول له توب سريعا. فرسالة التوبة مبعوتة النهاردة: من له أذن فليسمع. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصى بيضاء، وعلى الحصى اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. يبقى اللي يغلب هياخد حاجتين، اللي يغلب هياخد حاجتين. الحاجة الأولى يقول له أعطيك من المن المخفى، وتاني حاجة أعطيك حصى بيضاء عليها اسم جديد. المن المخفى دي قصته مع شعب بني إسرائيل، إن الشعب لما كان في البرية كان ربنا بينزل عليهم المن، كانوا يأكلوا. لكن المخفى إن كان في من محطوط في قصة المن ومخفي في تابوت العهد، ده المن الايه؟ المخفى. يعني احنا بناكل المن اللي بينزل، ولكن هناك من ايه؟ مخفى في تابوت العهد. ففي من مخفى ومن معلن. فهنا يقول له اللي يغلب انا هديله ان ياكل من المن المخفى. رب المجد في يوحنا 6 قال لهم انا هو المن النازل من السماء، من يأكلني يحيا بي. المن هو ايه؟ هو جسد الرب ودمه. المن هو جسد الرب ودمه. طب ازاي مخفى؟ ان احنا هنا على الارض بناكل جسد الرب ودمه، ولا زال ربنا يسوع المسيح مخفى فين؟ في السماء، مش معلن لينا. شعب بني اسرائيل كان بياكل وفي تابوت العهد مخفى، واحنا بناكل هنا على المذبح، ولا زال مخفى فين؟ في السماء. امتى يعلن؟ لما نطلع السماء. فيقول لنا لما نطلع السماء هناكل، لكن هناكل منين؟ من المن المخفى اللي فين؟ السماء. زي ما قال ياكل من شجرة الحياة. ايه هي شجرة الحياة؟ هي ربنا يسوع المسيح. فهنا يقول ياكل من المن المخفى من ربنا يسوع. رحلة سفر الرؤية هي رحلة للسماء. المكافأة في كل سفر الرؤية انكم تدخلوا السماء. المكافأة في كل سفر الرؤية ان احنا نتمتع بالمسيح ونأكله. فهنا جاي في كل خطوة يدينا معنى جديد واسم جديد. من يغلب اعطيه ان يأكل من المن المخفى. طب خدوا بالكم، المن ده كان طعام يومي لشعب بني اسرائيل. فلو واحد ما طلعش النهاردة اخد من المن يجوع، طب لو ما طلعش بكرة اخد يجوع اكتر، طب لو عدى عليه شوية ايام ما خدش يموت من المن. طب المن ده خبز يومي كان ربنا بيديه له. طب انا لو الجسد والدم متقدمين لي المن الحقيقي وانا ما اكلتش منه، هيحصل لي ايه؟ هموت. نفس القصة. لكن خدوا بالكم برضك، رغم ده كله يقول لنا تحذير مهم قوي: من يغلب اعطيه. مين اللي ياكل منه؟ الغالب. الغالب. لو انا مغلوب ما ينفعش. الغالب هو ايه؟ هو التايب. الغالب هو المجاهد. الغالب اللي بيرفض الشر. هنا يقصد من يغلب مين؟ يعني عندك تعليم النيقولاويين وعندك تعليم بلعام. اللي يغلب ايه؟ اللي يرفض التعليم دي كلها ده غالب، ده من حقه ياكل من المن. واحنا على مستوانا كل إنسان تايب هو غالب. الإنسان اللي بيطلب ربنا هو غالب. الإنسان اللي بيرفض العالم ويرفض الخطية هو غالب. فهنا يقول لنا من يغلب أعطيه أن يأكل من المن المخفى. المكافأة الثانية ناخدها بسرعة لأن كده هنبقى خلصنا الجزء ده. المكافأة الثانية: يأخذ حصاه بيضاء. ياخذ حصاه بيضاء. الحصى البيضة دي كانوا زمان الجماعة اليونانيين لما واحد يكون عليه قضية وداخل المحكمة كان يا إما يطلع محكوم عليه يا إما ياخد براءة. فلما كان واحد ياخد حكم بالبراءة قوم يجيبوا له حصى بيضة ويكتبوا له عليها إنه أخد حكم بالبراءة، إن ده بريء. فيطلع معلق الحصى البيضة على صدره والناس كلهم يشوفوا: أنا اللي كنت داخل
مفروض ان انا مذنب، انا طلعت بريء، فيبقى بيفتخر بان هو غالب، ان هو ما اتحكمش عليه، فيقول ياخذ حصى بيضاء. الحصى البيضاء دي مكتوب عليها. وكانت برضك الحصى البيضاء زمان كانت بتعطى للانسان الغالب في الحروب، اما يرجع من حرب منتصر يعلقوا له الحصى البيضاء ويكتبوا له عليها اسمه وتاريخ الانتصار، فبيتحط عليها الاسم. لكن هنا يقول لنا الحصى البيضاء هيكون عليها ايه؟ عليها اسم جديد لا يعرفه احد الا الذي ياخذ. مش غريب؟ طب ما احنا لما هنطلع السماء يقول هو ذا الكل قد صار ايه؟ جديد. سماء جديده وارض، كل حاجه جديده. فايه الاسم الجديد؟ اقول لك ان في السماء كل واحد مننا هنا في الارض لينا اسماء، لكن في السماء لينا اسم جديد، اسم تاني مختلف عن اسماء الارض. واحد زي الانبا ابراهام دخل السماء بفضيله العطاء. ممكن تلاقي في السماء ينادوه يقولوا له يا عطاء. ما هو السر اللي بينه وبين ربنا، ربنا عارف دخل السماء ازاي، انه دخل بحب العطاء. او بطرس العابد ده يطلع السماء يبقى عارف ان هو فضيلة العطاء هي اللي دخلته. واحد دخل بحب الاخرين، واحد دخل بالصلاة، داود النبي اكتر واحد رد المزامير وصلى، ومما يطلع السماء ربنا يديله اسم جديد يقول له يا صلاة. ايه ده؟ مين صلاة؟ ما هو دي الكلمة اللي بيني وبينه اللي احنا فاهمينها. عشت حياتك ازاي يا داود على الارض؟ عشت صلاة. يبقى اما يطلع السماء داود ده ايه؟ يقول اما انا فصلاة، يبقى انت صلاة. فبيقول لك اسم جديد لا يعرفه الا الذي ياخذ. ابونا الانبا بولا عاش 80 سنة في الصحراء لم يرى فيها وجه انسان. ايه الفضيلة اللي الانبا بولا عاش بيها ودخل بيها السماء؟ فبرضك ده حاجة بينه وبين ربنا، لان احنا ما شفناهوش، ما نعرفش عاش ازاي 80 سنة. لكن اما نطلع السماء هنلاقي اسم جديد للانبا بولا احنا ما نعرفوش. مش هنلاقي الاسماء الارضية، لكن يقول اعطيكم اسما جديدا لا يعرفه الا الذي ياخذ. اجي انا اقول له طيب فلان ده هتسميه كده؟ لا، ده العلاقة اللي بيني وبين ربنا دي قدس اقداس، محدش ابدا يدخل فيها. انا ما بقفل مخدعي، انا بقفل انا وحبيبي وحبيبي ليه، حدش يعرف عن العلاقة دي حد ابدا حاجة. فانا علاقتي بربنا انا وهو وبس. فأمم ما اطلع السماء هيبتسم لي ويناديني بالاسم اللي انا حبيته واللي هو فعلا حبني بيه، وانا هكون سعيد. فيقول لك لا يعرف الاسم الا الذي ياخذ، لان دي حاجه بيني وبينه محدش هيعلمها في كل العالم. دي حاجه هنشوفها في السماء، ودي اللي وضحها لنا ربنا في سفر الرؤيا. ربنا يدينا ان احنا نكون لينا الغلبه والنصره علشان نتمتع بالمن المخفى في الملكوت، ونتمتع بالاسم الجديد ليه المجد الدائم إلى الأبد. آمين.